هديل أبو جهل، صاحبة مشروع ورد للمطرزات المختص في الأثواب الفلاحي والشالات، بكرة الفاين، الشنط، الإكسسوارات والميداليات. بنواكب كل ما هو قديم وهو جديد لنعزز صمود الشعب الفلسطيني، لأنه الاحتلال الإسرائيلي بيحاول يعمل طمس للهوية الفلسطينية. إحنا جيلنا بحاول يعزز هذا الإشي، والحمد لله من خلال المعارض والسوشيال ميديا بنحاول نوصل كل منتجاتنا إن شاء الله يا رب لكل دول العالم. طبعا مشروعي أنا وأختي، أنا بعد ما خلصت جامعة ما توفقتش في فرصة العمل، لجأت لأختي إلها تقريبا 30 سنة بالمجال هذا، فشجعتها، حكت لي خلص أنا بدي حدا يعني يشجعني، والحمد لله يعني هينا صرنا نشتغل في الأشياء كل التراث، حتى هي أشطر مني بكتير. إحنا هلقيتها كل شغلنا هاند ميد الحمد لله. كنا قبل ما نشتري الماكينة هذه كنا نشطب أغراضنا عند ناس تانية يعني متخصصة، بس الحمد لله أختي تعلمت الخياطة وأخذت دورات، وقالت إحنا بنوفر الفلوس اللي بندفعها للناس إحنا يعني اشترينا فيها الماكينة. فهي الحمد لله لقيتها بتشطب الشنط عندها، بتشطب باكتة الفاين، باكتة الهوية، وأنا مختصة في الاكسسوارات والمطرزات الأشياء الخفيفة. هي بتعمل شالات صوف، شنط، مخدات، طقم سفرة، أنا بعمل شغل وهي بنعمل شغل، الحمد لله موفقين وبنعمل شغل نادر ومميز بشهادة جميع الحضور اللي كانوا يجوا على المعارض، وزبايننا الحمد لله يعني موفقين. احنا ملناش فترة كبيرة والحمد لله عنا جمهور كبير بنتظرنا وبنتظر منتجاتنا وشغلاتنا المميزة. احنا بنتمنى انه زاويتنا ومشروعنا البسيط يوصل للدول الأوروبية أكثر من الدول العربية، لأنه هناك هم بيعتقدوا أنه هذا مش تراث الفلسطيني، كل دولة ممكن تنسب إلها الشغل هذا. يا ريت أنه يصير في معارض دولية نشارك فيها، نعزز ثبات وصمود الشعب الفلسطيني، ومحاولة أنه الاحتلال الإسرائيلي يطمس التراث تبعنا. لا، إحنا بالعكس، إحنا الصبايا والأطفال مهتمين في التراث الفلسطيني أكثر من أجدادنا. برغم انه الاكسسوارات والمطرزات بتاخد وقت كبير وجهد كبير في المطرزات، لكن انه احنا برضو يعني مع التطريز ومع التراث الفلسطيني شغل كبير وجهد كبير مع دخل يعني بسيط، واحنا مش مشكلة يعني راضين فيه. انا اسمي الرياضية نجوى جرجاوي، أنا شغالة على المطرزات، يعني كنت أول شيء بادية في شغل الصوف، عملت كذا شغلة يعني في شغل الصوف اللي هو شالات، واعي بيبي، أطفال، بعدين بديت في المطرزات اللي هو التطريز الفلاحي، شبر الستان والتطريز المدني. إجت أختي وحكت لي إيش رأيك نعمل مشروع أنا وياك، قلت لها ماشي بنعمل. اشتغلنا أول شيء على اللي هو التوب الفلسطيني اللي بيمثل بلدنا وهويتنا والمرأة الفلسطينية وصبرها، إني أسطر حالي، إني أجيب دخل لبيتي، ما أقولش لحد يعني مثلا سلفني. بعدين أنا قلت بسطر أولاد بدل ما يقعدوا ما يتحيروا ويشتغلوا، فأنا بشتغل وبساعدهم سند إلهم يعني بدل أبوهم. أنا اللي مترملة 13 سنة وأنا الفاتحة بيتي. وبعدين هلقيت إحنا الحمد لله توفقنا في المعارض وبنعرض شغلنا، والكل مبسوط على شغلنا والكل بشكره، وإحنا برضو نفسنا نطور من حالنا ونطلع شغلنا في بلاد برا، نلاقي أي طريقة نطلع شغلنا وننشهر أكتر.